يسعد لي اوقاتكم جميعا. وجينا للمطبخ بنسوي سلطة سريعة، أسرع شيء في الحياة ولذيذة جدا. راح نسوي سلطة الكشري. مقادير السلطة زي ما تشوفون: عدس أسود مسلوق، مكرونة خواتم مسلوقة برضو، كزبرة وبقدونس، بصل أخضر مفرومين، بصل مقطع شرايح ومحمر، ورمان للتزيين. بالنسبة للدريسنج راح أحتاج إلى فص ثوم وعصير ليمونة ودبس رمان وملح وفلفل أسود وبهار السلطة. هذول ينخلطون مع بعض وينضافون للسلطة عند التقديم. نسيت أقول لكم أني ضفت على الدريسنج زيت زيتون، يعطي طعم ونكهة حلوة للسلطة. نضيفها للسلطة عند التقديم. آخر خطوة راح أضيفها اللي هي البصل المحمر، نحطه على الوجه نزين فيه السلطة وبالعافية. وهذه سلطتنا خلصت. لازم تجربونها، سريعة ولذيذة وبالعافية.